سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم بديت نشارك معكم فيديو جديد وماسك جديد. هذا الماسك تيصفي البشره وكينقيها كيعطيها لمعان وواحد النضاره زوينه. هذا الماسك الناس اللي تيكونوا معكازين وما تيبغيوش يديروا الوصفات باش ما يخلطوش بزاف ديال المكونات. هذا الماسك ساهل وبسيط، كنحتاجوا فيه الالوفيرا هكا نبته، والخرقوم، وقهوه سريعه الذوبان. كناخدو شي موس، كنقطعو هاد النبتة، كنحيدو لها الجناب ديالها، ماسك ساهل وبسيط. تنقي البشرة وكيصفيها، كنبقاو نحيدو بحال هكا وتنهبطو هاد الجيل اللي الوسط ديال هاد النبتة. هكايا، وهذا ما ترميوش، خليوه. كناخدو معلقة ديال الخرقوم ومعلقة ديال القهوة سريعة الذوبان، كنخلطو كلشي مزيان. هكايا سنحصلوا على هاد النتيجه بحال هكا. كنشدوه كنبقاو ندهنوا البشره ديالنا. بنات، خاص البشره ديالنا تكون نقيه، ونكونوا على الاقل دايرين مقشر مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه. الماسكات النتيجه زوينه كيعطيونا في البشره ديالنا. كناخذوا هادشي اللي بقى لينا في هاد النبته، وكنبقاو نديرو به حركات بحال هكا دائريه على البشره ديالنا، على اليدين، الوجه ديالنا، العنق ديالنا بحال هكايا، وتنخليوه حتى تيبس، تنخليوه حتى تيبس ربع ساعه ولا نص ساعه اولا حتى 10 دقائق كاع على دغيا تيبس. وتنغسلوه بالماء بارد، وكنديروها جوج مرات في السيمانه. شكرا على التتبع ديالكم، وتلاقاو في فيديو جديد. سلامة. والله إلا